عن جمال المدن المصرية وتراثها الحضاري. كيف نحافظ على هذا الكنز العمراني الهائل والمتنوع؟ كيف تصبح هذه الثروة مصدر جذب عظيم للسياح وأيضاً مصدر فخر واعتزاز لأجيالنا بتراث أجدادهم؟ مع المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. إحنا نعتبر الجهاز الواضع للاشتراطات والضوابط والمعايير لشكل المدينة وضوابط التعامل معها. حضرتك ما عندكش اساسا سلطه تنفيذيه؟ لا، انا مش سلطه تنفيذيه. يعني بنتكلم عن المطالبه بتعديل تشريعي مثلا، ان هو يكسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المزيد من السلطات. اتمنى ان يكون في هناك تشريع يسمح انه الرؤيه اللي بتطبق او بتطرح من الجهاز تصبح ملزمه. المحليات تتعاون معك بشكل جيد؟ بنسب وبحسب اهتمام المحافظ اللي معني اللي على الإقليم أو على المحافظة. كيف نواجه القبح والفوضى البصرية في شوارعنا؟ النهاردة أنا ببقى سعيد جداً لما الشباب اللي موجود بينزل وبيحط على صفحات السوشيال ميديا ويقول إن الصور دي مش في فرنسا، مش في إيطاليا، ده في مصر. كيف نحمي ما تبقى من تراث السابقين؟ وماذا سنفعل للحفاظ على إبداع اللاحقين؟ رحلة جديدة إلى قلب الحضارة في حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.